سيصل تدخل إسرائيل إلى حتى غير الأمراء مباشر، تدخل مباشر إلى حتى غير طلب تغيير الأمراء واستبدالهم بآخرين، وتغيير الملوك واستبدالهم بآخرين، وتغيير الرؤساء واستبدالهم بآخرين، وتغيير الوزراء واستبدالهم بآخرين، وربما تصل طلبات الكيان الصهيوني إلى حتى غير مدير مدرسة ابتدائية، لأنه يربي الطلاب في مدرسة تربية وطنية وتربية قومية، وسيصلون إلى أن يطلبوا من العرب أن يعدلوا تاريخهم وأن يكتبوه باتجاه جديد، بما في ذلك تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصراعه مع بني قينقاع وبني النضير في المدينة. هذه حقيقة، نحن كنا نعرف هذه الحقيقة، وكنا عقليا وفعليا نتصرف بموجبها، ولكن مع الأسف لم يكن كل العرب يدركون هذه الحقائق بنفس العمق والشمول اللي نتحدث عنه الآن. ولكن أنا أعتقد حتى المرتبط من أبناء الأمة الآن، هذا المرتبط بالأجنبي من أبناء الأمة والمخرب في ضميره وفي عقله، صاروا كل أبناء الأمة مسؤولين أم مواطنين يدركون ويفهمون ويؤمنون بأنه مستقبل صراع الأمة العربية مع الكيان الصهيوني لا تحدده أشهر ولا سنوات قليلة، وليس الغرض الأساسي منه هو التوسع بالأشبار على حساب الأمة أو بالكيلومترات، وإنما الصراع حضاري بين الأمة وبين أعدائها وفي مقدمتهم الصهيوني، وأن هذا الصراع سيمتد لفترة طويلة، واجب العرب أن يعدوا له بهذا المستوى علميا وفنيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. بعد ذاك ستكون الخسارة جزئية وعرضية اللي خسرناها بضرب مفاعل تموز مقابل الدروس العميقة المستنبطة من هذه الدروس، وفي المقدمة منها أن يدرك الفنيون وليس السياسيين فقط المستلزمات الفنية اللازمة للحلقات الحيوية في بناء الدولة العراقية وفي بناء الدول العربية عموما، كيفية توفير الحماية الذاتية لها بالإضافة إلى الحماية العامة. وسيصبح من الواجب علينا جميعا في الوطن العربي أن تصمم سدودنا بما يمنع العدو الصهيوني لأن يغرقنا من خلال ضربه، وأن تصمم منشآتنا الاقتصادية طريقة تمنع من أن تكون لقمة سائغة للعدو الصهيوني، وأن يصمم إنساننا بالمستوى اللي يتحمل به التحدي بهذا المستوى ويتحمل به مستلزمات الصراع ويقودها بهذه الرؤية. ذلك تكون الدروس المستنبطة من العملية في نتائجها أعمق بكثير من الخسارة التي أحدثتها العملية، وهذا ما سنعمل عليه في العراق بالإضافة إلى ما كنا نفهمه وندركه من طبيعة الصراع. نحن نعتقد أن بيغن قد أرعب الكيان الصهيوني بتركيزه على هذا الموضوع أكثر مما وفر له الأمان، وإذا
إذا لم يظهر هذا الآن سيظهر في السنوات القادمة. وعلى بيغن وغير بيغن أن يدركوا بوضوح أن الضربات اللي تسمى وقائية اللي تمنع تقدم الأمة العربية ونهوضها وامتلاك ناصية العلم والتقنية ليس هو الأسلوب الذي يمنع الأمة من أن تتجه باتجاه أهداف، وأن هذا الأسلوب لا يوفر الحماية اللي يتحدث عنها لليهود سواء كانوا في أرض فلسطين أو خارج أرض فلسطين. الذي يوفر الحماية لهم هو أن يقبلوا حقيقة لابد أن يتعاملوا معها كحقيقة واقعة نهائية في يوم ما، أن الأمة العربية لها الحق لأن تعيش بسلام وبأمن وأن تمتلك سيادتها الكاملة وحريتها في القرار وحريتها في التطور والعمل والبناء. بدون هذا ليس هنالك قوة في الأرض. إذا ما وفرت الحماية الآن للعمل العدواني عن طريق العمل العدواني فسوف تعجز كل القوى لأن توفر الحماية عن طريق العمل العدواني على حساب الأمة العربية في المستقبل. وسوف يناقش اليهود المتعاطفين مع الكيان الصهيوني في العالم، سوف يناقش اليهود الصهاينة أنفسهم حتى ضمن الكيان الصهيوني. إذا كان مثل ما يقول بيغن أن العراق على وشك أن يمتلك قنابل نووية، فشنه اللي يمنع العراق وهو وجه ضربة ضد هذه المنشآت لكي يحمي الكيان الصهيوني؟ شنو اللي يمنع العراق أو غير العراق لأن يستفيدوا بعمق من هذه الضربة ونتائجها، لأن يجعل الحلقات اللي من هذا النوع غير قادرة إسرائيل على أن تدمرها في المستقبل؟ شنو اللي يمنع العرب ويمنع العراق من هذا؟ إذن بيغن قد وضع الكيان الصهيوني بمأزق إضافي نفسيا وفعليا وسياسيا، ولم يقدم له حل أو مخرج للحل في علاقة اليهود داخل فلسطين بالأمة العربية الآن وفي المستقبل. ولذلك اللي يهدموه اليوم نقدر نحصل عليه غدا، واللي يدمروا غدا نقدر نحصل عليه بعد غد، إلى أن يصبحوا عاجزين على أن يدمروا بناءنا الحضاري الجديد وبناءنا العلمي الجديد، مثلما سيعجزوا بعون الله على تدمير الإنسان الجديد، تدمير عقليته وتدمير ضميره الناهض وفق الاتجاهات اللي أشرنا لها. أنا أعتقد ومؤمن بهذا الاعتقاد ولامسه ومتعامل به، أن القوى اللي تتصور أنه بإمكانها أن تجعل العراقيين يتململوا من نظام يريد لهم العز والحياة السعيدة راح تعجز، لأن العراقيين عبر 800 سنة باعتقادي وفي ضميري كانوا يفتشون المخلصين منهم والواعين عن حالة من هذا النوع، عن حالة تجيهم من أبنائهم من بين صفوفهم، تعاونهم على العز، تعاونهم على الازدهار، وتعاونهم على أن يمتلكوا قرارهم بنفسهم، وتعاونهم على أن يمتلكوا سيادتهم كاملة ويصرفوا بشؤونهم كأحرار غير مرتبطين بجهة أو خاضعين لأي جهة كانت. ولذلك بتصوري وليس تصورا مجردا وإنما تصور ملموس بالحقائق، بأن كل ما تستكلب أو تستكلب القوى الشريرة ضد العراق
كلما يزداد العراقيون تمسك بتجربتهم وبثورتهم العظيمة وبنهجهم المستقل العظيم. قلت في اجتماع الكادر المتقدم للحزب قبل كم يوم وأقول الآن أنه صار كل رافد من روافد الثورة يستحق لأن يكون عقيدة حتى لو كان لوحده، عقيدة بالكامل تستهوي العراقي لأن يدافع عنها وأن يبنيها وأن يستشهد دفاعا عنها. إذا ما أخذنا إزاحة الظلم الاجتماعي وجعل كل العراقيين لهم مورد ثابت في الدولة بما في ذلك الأرامل واليتامى والمعوقين وغير القادرين على العمل، هذا بحد ذاته أن ينشأ مجتمع من هذا النوع يستحق مجازا مع إدراك الترابط بين كل حالة وحالتها الأشمل، يستحق مجازا لأن يكون عقيدة كاملة يدافع عنها العراقي حد الاستشهاد. السياسة التي تقول أن العراقي ينبغي أن يعيش بحرية، أن يحترم شعوب العالم وأن يطلب من شعوب العالم ومن دولها أن تحترمه وأن يقيم نظام وطني مستقل استقلال كامل بحد ذاته مع إدراك الترابط بين هذا وبين الأمور الأخرى، يستاهل لأن يكون عقيدة كاملة يدافع عنها العراقي حد الاستشهاد. وغيرها وغيرها كثير. لذلك اللي يعتقدون أنه بإمكانهم أن يكسروا شوكة العراق بهذه الحماقات وبهذه الدسائس وبهذه المؤامرات فهم على وهم كبير، لأن العراقي اللي هو أساس رأس مالنا كله وأساس بنائنا الشامخ كله وأساس انتصاراتنا وأساس صمودنا وأساس عزنا أدرك هذه الحقائق بوعي وأدركها في ضميره قبل أن يتعامل معها بعقله بكل مفرداتها وبكل مستلزماتها وبكل ظروفها. لذلك أرجو أن لا تبتأسوا من أنه خسرنا حلقة علمية مهمة رغم الألم في خسارتها، ولكن أنا أقدر أقول عن العراق وأعتقد بأن الأمة ستستفيد بشيء الكثير، أقول عن العراق بأنه ماكو قوة تقدر تمنعنا من أن نتعامل مع هذا الموضوع ونملك ناصيته العلمية والفنية بصورة صحيحة خدمة لأهدافنا الوطنية والقومية. وأقول عن العراق بأن الدروس اللي استنبطناها حتى الآن واللي حولناها إلى برنامج، خلي يسمع بيجن أنه إحنا دائما كل درس نحوله إلى برنامج، لا نقوله كلام وإنما نحوله إلى برنامج. حتى الآن الدروس اللي استنبطت من هذا الموضوع واتخذت بها قرارات وبشر ببعضها بالعمل بموجبها هي أغنى من النتائج الضربة، وسوف نستمر في استنباط الدروس وفي تحويل الدروس إلى منهاج عمل بما يضيف عز جديد ويحصن العز اللي وصلوا له العراقيين وبما يجعل العراق في خدمة الأمة العربية إن شاء الله. أنا أعلق على شيء ورد في تصريح المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك بيجن، وهو أنه بعد فشل ضربتهم الأولى اللي أشير إليها في الإعلام العراقي والبيانات الرسمية اللي حصلت في بداية الحرب اللي جرت مع الفرس، وبعد فشل ضربات سلاح الطيران الفارسي لهذه المفاعل لهذا المفاعل، وبعد أن وصلوا إلى قناعة أن الطيران سلاح الطيران الفارسي انهد الكثير من حيله وخسر الكثير من معداته، وضعوا قرار
أن يتدربوا لفترة طويلة طياريهم على تنفيذ المهمة، ووضعوا في برنامجهم أن يتدربوا لعدد من الشهور، البعض منهم قال لستة أشهر. 18 هم قالوا ستة أشهر. إذا ردوا ويستثنون هذا الموضوع فلأغراض أنا راح أقوله، شو مدري هم؟ هم كانت كل ضرباتهم، وأنا أعتقد أنه كانوا ناويين أن ما يكشفوا عن الضرب. في بداية تدريبهم على هذا الموضوع كانوا ناويين أن يضعون الضربة تحت غطاء الحرب، لكن هنالك عوامل خلتهم يدركون أنه إحنا عرفنا أن الضربة من إسرائيل. تجربة الضربة الأولى كانت إحدى الدروس، وأنه جهات أخرى عرفت بالضربة سواء قبل وقوعها أو أثناء وقوعها، وأن هذا الأمر سيكشف. لذلك اضطروا، ولعامل إضافي، عامل انتخابي بالنسبة لبيغن، اضطروا إلى كشف الضربة. إذن هم يعرفون أن الحرب ستمتد إلى ستة أشهر على الأقل كي يدخلوا تحت جناحه في توجيه الضرب. اللي يدرب عدد من الأشهر ويريد يوجه الضربة تحت جناح الحرب لازم على بينة كاملة من أن الحرب ستستمر أشهر إضافية أخرى، وهذا لا يمكن أن يكون بمجرد علم ومعلومات استخبارات الموساد. لابد أكو جهة دولية أخرى متعاونة معهم، ليس في الضربة والمعلومات، وإنما حتى في إعطائهم معلومات لكم تستمر الحرب بين العراق وإيران. هذه الجهة الدولية ما موجودة عندنا. نترك كل التبريرات على الأقل لأن الضربة موجهة ضدنا، فإذا لابد أنها موجودة في الكيان الإيراني. ومن خلال هذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى تدركون لماذا قامت الحرب، ليس فقط لتوجيه ضربة إلى المفاعل النووي العراقي، وإنما لإيقاف النهوض العراقي. وتدركون لماذا تستمر الحرب أيضا. شكرا. بسم الله.